كل سنة لازم نطور، يعني هو الجديد دلوقتي في الأسواق لازم يبقى فيه يحصل تطويب شوية، لأن طبعا أنت عارف الزبون دايما بيحب الجديد، يعني كل سنة لازم ننزل صنفة أو صنفين جداد. يعني عندنا جديد حاجة اسمها شيكو سريع كده، حاجة بكريمة كده، معرفش ندوق حضرتك منها يعني. في برضو سكينة بكريمة شوكولاتة بيضة عليها كده، يعني دي من ضمن الأصناف. في حاجات زي كده برضو، ده نقول عليه سويس رول او جيلي رول كده، يعني فلازم كل سنه نبقى في حاجه جديده يعني. والله كله زي كل سنه، من ملبن حبل لملبن قطع لملبن شوكولاته، ملبن انجمل، ملبن بندق، ملبن فستق، فيها كتير قوي يعني. نص جديده لسه السنه دي، كريمه و دي سكينة عليها شوكولاتة يعني. بقيت أصلا بقى حركة زي كل سنة، ما فيش جديد يعني، اللي هي أنا بقول حركة بس. كل سنة بنحاول إيه صنفين ثلاثة هو بنقدر نزودهم في الغالبية العظمى بيخش فيها المكسرات، بندق وفستق ولوز وعنجمل، زائد الجوزين دول قمر الدين. قد يكون القمر الدين من السلع اللي دخلت في الاونه الاخيره في الاربع خمس سنين اللي فاتوا او الست سنين اللي فاتوا، قبل كده ما كانش بيخش. لكن طبعا في حاجات موروثات فيها بتبقى فاضله على طول، زي مثلا المدور اللي هو الحمص والسمسم زي ما العوام بيقولوه، في الملبن الحبل طبعا لازم منه، في الملبن البندق والفستق والشكلمه، الحاجات دي بتبقى هي الاساس، اساس في اي علبه، العلف السكينه اللي هو الفول والسمسم اللي هو الصباع، الحاجات دي حاجات اساسيه في اي علبه، سواء القاصي او الدالف، محل كبير محل صغير، الحاجات دي قاسم مشترك في كل الحلويات. الاسعار هتكون 40 50، لان الاسعار ما زادتش كتير، والناس هم بيدوروا على اي موسم في الوقت ده علشان ياكلوا عيش بس، انما الاسعار ما زادتش عن السنه اللي فاتت خالص. في الشكل نفسه وفي الخامه تفرق من ده لده، في نفس الوقت برضو يعني مثلا في حاجه زي كده عندك ب 45، غير مثلا ممكن تلاقي حاجه تانية بتبقى اكبر وخامه احلى من دي ب 65، فبتفرق في كده في الجوده عامه. الاقبال لحد دلوقتي يعني يعتبر معقول، يعني مناسب بالنسبه للسنه اللي فاتت، هو يعني لحد وقتنا هذا معقول، مثلا كشغل جمله معقول، انما القطاعي لسه برضو ما يعني لسه الزبون ما فيش اقبال، لان لسه برضو لسه قدامك مثلا اسبوعين على المولد نفسه.